التعديل الحكومي سبق لي أن أجبت الأسبوع الماضي، والسيد رئيس الحكومة أكد على ذلك مرارا. أولا، السيد رئيس الحكومة أبرز أن هذا الموضوع إن كان هنالك أي قرار حوله سيتم في إطار المقتضيات الدستورية المرتبطة به، لأن المنظومة ديال الاقتراح وديال التعيين راه مؤطرة بأحكام دستورية واضحة. إن كان هنالك أي قرار راه يعلن عنه في إطار تلك المقتضيات الدستورية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.